الدولة تمغربشت عاد ساقاري مزيغن وتخزار غاصن سيجن الخزرات التنقسشت ودقمشان ما اذا سنتوك شفوس اذ مسموني دي يروني مزيغن حما اد سارسن اخاريسن سنغات موارت ثقورة سن تزرمات نيخ اجار زيسن اجار ثير لما نيد يوسين دقوار ومغناس عارفي محمد زياني دي بارسلونا ارامي توارزن ثدات تمزيخت نيخ اذكاسا تمزيخت المخزننا نير طبعا منقار مخزن لان الدوله نغز تابع مخزني تخزى غا الحركه تثينا نير المجتمع المدني ككل اجن نظر التنقسيط اجن خزران احتقار كل شيء من تقنت في مسؤولين تثينا نير المناضلين نذا وتجي شيء خبرين ولا بالحق من يتق الدوله من تق السياسه رسميا يعني الحكومه رسميا زي البرامج تنيك جان ذا المعقول تيذد يخسى الكل أسني صفق أن تشجع لأن التني المعبر رسميا خل إرادة نجن الشعب ومقالة مغربي الدولة وتحيول شيء الدعم الحركات المناضلة من بين السورة النش خل الحركة الأمازيغية بالخصوص وتحيول شيء الدعم البرامج السجن المستقلة وتحيول شيء استوشفوس على أساس تستعجم المطالب نس جيف مواف وإنما من تلك تحاول ما أمكن تعكس الإرادة للحركة إذنيتين أتخرق مؤسسات إنس تابعة الدولة هما أتستغل نفس المطالب نخت نظر الحركة الأمازيغية ولا بالحق أسنتوش طابع السياسة الرسمية ملي تحكم أنت الدولة إذنيتين بدل ما أتستجب الدولة إي الحركة الأمازيغية ريكسين زي المطالب إنستيم زورة خلق مركز للدراسة الأمازيغية مستقل هما ديري ديج المجال ماني غيوق عند الدراسات ماني غبانت البحوث الأكاديمية باش يعني الآن السن مخان نصغاث مزيخ مخان طواث مزيخ منغان بالواطة صورة النغيث مزيخ في المستقبل راقي التعليم راقي الإعلام راقي القضاء حاور ما أمكن تنشأ مؤسسة رسمية تحكم سنتاف المالية ينس طبعا المالية تغيمة المال العام من الشعب المغربي ولا بالحق من يطرح الملاوانيتين يطرح غير مجموعة عباد الله خدمن الموظفين أك الدولة المناضلين يرجان ديال الحركة توغارن سلمناصيب التمنيات خدمن ديال المؤسسة الرسمية تصور المؤسسة يتنيتين غير المزيغ التصور وانيتين يتناقض التصور الحركة الأمازيغية مختجة دي مجموعة من الفعاليات مجموعة من الجمعيات مجموعة من التنسيقيات ذل الإطارات لليجان إجان خدمة قوية غاسم التصور مناقض التصور الرسمي إجان الدولة.